سمعت انه اسراء رايحة كمان محاسن. زعلتي شي؟ مقهورة؟ إلك لا تزعلي، انا بعطيك حق التذكرة، بتروحي بالطيارة وبترجعي. شو فيها يعني؟ هي نفس هي زمرد. شو هي نفس هي؟ شو فيها يعني؟ شو بتحبي تبالغي بكل شي محاسن؟ كل شغلاتك بتبالغي فيها، وكأنها رايحة على القطب الجنوبي، رايحة على انطاليا ليك فشخة، وانتي بتروحي وبتجي. موضوع المصاري عندي، موضوع المصاري سهل انا بحله، ما تفكري فيه. لك هدول صار لهم ساعة عم يحكوا مع بعض. مين هن؟ طلعي. لهلا مستحيل. ليك يا رفيف، نقي الخطة اللي بدك اياها، اوكي؟ يعني مثلا حابة تحضري فيلم، بحجز لك الصالة ومنروح، وهنيك منشتري اطيب وافخم واتقل قهوة عندهم، وبنقعد هيك على راحتنا وبنتفرج على الفيلم. يعني اليوم بدنا نخربها ورح نتسلى، فيك تقولي عني اليوم اني مثلا زمرد كورفالي، شو رأيك؟ ما في داعي اكرم، يسلموا ايديك، انت روح وحضر فيلمك. خير، شو صاير لك؟ ليش اخذ هالموقف هلا؟ لا موقف شو هاد؟ بس انت اكيد عندك شغل واضح. بيجي بقول لك خلينا نروح على السينما، عم ترفض تروح. بيجي على المطعم ما بلاقيك وبتقول لأمك عندي مباراة. ايه صح. وانا بعرف كمان ايكو انه ما في فريق بالحارة. صح. واذا ما بدك يعني فيك تقول بكل صراحة ما بدك يعني، وبيكون احسن لاثنيناتنا. تمام. انا ما بدي. انتي شايفة انه معقول يكون في هيك شيء عن جد؟ رح اوضح لك الموضوع ببساطة. انا وابي عملنا دخول سريع بمجال العطورات المهمة اللي على مستوى، وهلا نحن بمرحلة الانتاج. بس طبعا امي ما عندها خبر بهذا الانتاج نهائيا، لأنه بالماضي كان في أحداث مو منيحة أبداً، وأنا وأبي مرة حرقنا المطعم، مشان هيك أمي ما بتسمح أبداً بهذا الشيء. هذا هو الموضوع كله. عطر؟ إيه والله. مشان هيك ريحتك حلوة. إيه لهذا السبب ريحتي هيك، ما في شيء تاني، ما في أي شيء. المهم هلأ ليلي شو رأيك، نروح على السينما ولا لا؟ إيه منروح، خلينا نروح لك والمسا نلتقي. ماشي تمام، اتفقنا. ليكي الفيلم اللي رح نروح عليه شو هو؟ أكيد رح ننقي فيلم أكشن. لا روحي، أنا بحب الأفلام الرومانسية أكثر. شو رأيك، مو أحسن؟ ننبسط. أنا مو عاجبني أبداً ضحكاتهم لهدول الاثنين. وأنا مو عاجبني وضعهم. يعني فيك تتخيلي معي اتحاد عيلة كورفالي وأرتان القديم؟ معقول بيقصر عمرنا وبتتراجع نوعية حياتنا؟ وأنا عن جد عم أحكي ما بيصير. رأيي من رأيك، هي بتضايق بس وافقك الرأي. نحن لازم ننزع علاقتهم، خلينا نفوت بيناتهم مثل السوس. أكيد لازم. طلعي كلامك هذا كله طابو. شكرا. هي أول مرة بتحكي كلام زينة العقل. شكرا. مرة واحدة بالعمر حكيتي شي مزبوط محاسن، هي الحقيقة. أنا ما بدي هيك شي، لا ما بيصير، مستحيل. يلا أنا رايحة. أهلين يا بنتي. شو الأخبار؟ أنا منيح كتير، معقول شوفك وما صير منيح؟ بس أمي ما عم تخليني أتهنى بطعم هالسعادة بالمرة، قال إنه ممنوع أمرق لهديك الجهة. ويلي عندي هيك طول الوقت عم تسألني أسئلة لوين رايحة على الجامعة وأي ساعة عم تطلعي وراجعة على البيت ولا لا؟ تماماً مثل أمي، وأمي كمان هيك، بيوتنا بتطل على بعضها ونحن ما عم نقدر نطلع مع بعض، ليش هيك؟ شو بيعرفني؟ والمهم إنه تقابلنا. إيه، هي تقابلنا بيكفي. شو عامل وشو ساوي؟ ولا شيء بهالمطعم. يا الله ما تركتي على مهلك، حاشركتي هلا بتوعي. اركض، بدي اركض. شو عم تعملي معه؟ ولا شيء. شو عم تعملي هون على اساس نازلة على الجامعة؟ رايحة على الجامعة، بجي بلاقيكي واقفة معه هون. هدول بردوا. يلا كمان يلا بلا ما تتأخر، روح وصلهم. يلا يلا. أنا بس شفت رفيقي وسلمت عليه وراحة. ما بيصير تسلمي. ولعند مين بدي وصلهم؟ لعند إبراهيم يا روحي. شو إبراهيم بيضل بياكل؟ يلا بشوفك رفيف. وانتي على الجامعة يلا، ما رح تشوفيه، ممنوع تشوفيه أصلا. وين بدكم تتقابلوا؟
سمعتي محاسن قال بدهم يتقابلوا، يعني عم يحكوا مسجات بالسر. شو يعني رح يشوفها؟ يعني رح يتقابلوا؟ معقول؟ ما بيصير، بعدت على الجامعة اجت لتقابله، ما بيصير هيك يا محاسن. شو بدنا نعمل؟ بدنا نحول على الخطة بي. خطة بي؟ شو يعني الخطة بي؟ بدكم تنتقلوا. زعلت كتير، زعلت كتير. بدكم تنتقلوا؟ بلا سخافة هلأ، البرود قلنا رح ندخل البرود على النص، مو هيك اتفقنا؟ بدنا نخليهم يبردوا ونحن بعض. تمام ممتاز. هو أصلا ما في داعي تنتقلوا لأنه إسراء رحت عن طاليا. ما بقدر أوصف لك قدي ما زعلت. اشرح لك كمان. خلصنا بقى زمرد، ليكي حطينا إيد بإيد وقلنا خلينا نقوم من تحت هي الشغلة، بس بالظاهر ما رح نقدر نكفي. طيب. لا تقولي إسراء وتخليني عصب. تمام. والله بطلع بروحك زمرد. ليكي محاسن استني شوي بدينا أقرأ. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.